سلام، كيف حالكم؟ اخباركم اليوم؟ رجع لكم بمقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون عن حل لغز طور الزومبي. كلنا نعرف الوحش اللي يجيك باخر الجيم، يعني اخر بعد راند 8 على طول يحولونك المكان عشوائي وتتحاربون انت والوحش. اسم الوحش اللي هو اسم العقرب، فاللي من عارف العقرب هذا شلون جاء، شلون تحول، وش السالفة، كل شيء يعني راح يكون واضح لكم بالمقطع. الحين ادخل جيم، وبعد ما ادخل جيم راح اعلمكم كل شيء. بسم الله. افضل اذا تبي تحلل اللغز انصحك انك تدخل لحالك، تشيل علامة الصح هذه، لانك لو تدخل مع ناس عشوائية راح تدخل مع ناس معرقين، يعني متحمسين خلاص جايبين حيلهم على الزومبي يبي يخلصونه بس خلص، راح يخربون متعة اللغز. انصحك انك تصير لحالك وتخلي الغارة العادية، يعني اسهل شيء. خلونا نبدأ الحين. بسم الله، راح نبدأ الجيم. حلو، راح اجلد الزومبي واخلي اخر واحد، يعني كل اللي عليك انك تجلد الزومبي اللي راح يجيك الحين وتخلي اخر واحد بس، يعني اخر واحد عشان يمديك تحل اللغز كل شيء يكون سهل. كل اللي عليك تدخل هنا درج هذا 700، وعلى طول على يسارك، من تنزل على يسارك تاخذ الشيء هذا، بعدين تدخل هنا تحصلها. وين وين وين؟ انا جبت العيد وعدت الخطوات من جديد لان الشيء الثاني ضيعت مكانه وحصلته بسرعه. هنا تطلع يسار راح تحصله هنا على طول، بعد ما تطلع من هنا يمين على طول. حلو، الفتحه هذه تشوفونها راح تحصلها هنا، تاخذ الشيء هذا، وبعد ما تاخذها على طول من تطلع تكسر يسار كذا، وبعدين تروح سيدا سيدا وتكسر يمين، وبعدها يمين راح يجيكم المصعد هذا. تحط اول وحدة صيانة لين هذه تصير حمراء وتحط الثانية. حلو، الحين صارت خضراء، شندة تاخرت دقيقة، مثل ما تشوفون الحين صارت خضراء، يمديك تستخدم المصعد. نستخدم المصعد الحين. خلاص هذه الحين دخلنا على المكان السري اللي هي غرفة المختبر، يعني المختبر وكل شيء. ويمديك ترجع، شوف يمديك، لكن أول ما تدخل من هنا تكمل سيدة. حلو، تكسر يمين وبعدها يمين، وراح تحصل الراديو هذا مثل ما تشوف هنا، تطلق عليه مثل ما تشوف مكتوب 30 سبتمبر، يقول أنا مرهب، يعني الرجال طايح فيها. بعد ما تسمع الراديو تشوف احنا لو اطلق عليه مرة ثانية ما يمدي نسمع مرة واحدة بس، ترجع بنفس طريقك وتكسر يمين، وبعدين تكسر يمين مثل ما تشوفون هذي. هنا ينامون، يعني 1 2 3 4، هم 4 اشخاص، وهذي خزنة حقتهم. فالمطلوب الحين وش صار بالاشخاص هذي. بعد ما تطلع تكمل سيدة، تكمل سيدة. حلو، تكمل هنا، تكمل هنا، بعدها تطلع يسار مثل ما تشوفون. هذا هو المختبر زي ما تشوفون، خوياه تحولوا للزومبي، اكيد انه حطاهم في الصندوق هذا عشان يطلعون زومبي اكثر، يعني كل ما يموت زومبي يطلع زومبي ثاني. هذا الشيبي هذا، السلام عليك، شلونك، خشمك ايه. فهنا يد الوحش، خلنا نصرف هذا دقيقة. كسكس كسكس، تعال 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 يا شاطر. شوفون هذا يد وحش العقرب اللي يجيك باخر الجولة، اطلقت عليه راح يختفي تشوف. وهنا بالمختبر راح تحصل كتاب، تضغط عليه نفس كذا راح تحصل المعلومات هذه. بس ثواني ثواني بس عشان اوضح لكم كل شيء. راح هنا اوقف اللقطة واضيف الصورة. لا
يكتبون يوميات التجربة، يعني الرجال قاعد يشتغل صح وبعدين تحول. آخر يوم للتجربة كان 29 أغسطس، حلو، يعني صار لها 21 يوم والرجال بدأ أنه يفقد الأعصاب. الرجال شاف نفسه أنه خلاص رجال تغير، مو هو طبيعي. سجل الكلام هذا اللي طلع لكم وقال أنا مرهق وأنا مدري وش وأنا وكذا، ها وهدو. عشان كذا صار وحش، يعني صار وحش وسموه وحش العقرب. تبي تقول شلون جبت الاسم شلون كذا؟ دقيقة بس نرجع للمختبر مرة ثانية. شوفوا الحين لو نقرأ آخر شيء تشوفون اسم العقرب مكتوب. الحين أنا مت، يعطيكم العافية، ثواني بس برجع لهم. زي ما تشوفون هذا كل شيء صار مع الوحش، يعني شلون طلع، وش السبب اللي خلاه انه يصير متوحش ورجال يعني مو هو صاحي مهبول يذبح خلق الله. هذه الهدف من المقطع كله، حبيت اول شيء اعرفكم شلون تحول الدكتور هذا صار وحش واسمه العقرب، حلو. والهدف الثاني من المقطع اللي هو انك شلون تفتح الغرفة السرية عشان تمخمخ عليها لحالك، بينك وبين نفسك تمخمخ عليها على راحتك. وبس كذا يكون وصلنا لنهاية المقطع. يعطيكم ألف عافية على وقتكم، وأتمنى عجبكم المقطع. سلام.